تريدنج هو فاسد. يعني اليوم انت اذا انت كنت عارف، تقول لك مثلا تي واقع من لبنان، اذا انت كنت عارف انه استحقاق ايدار 2020 كانت الدوله ما بدها تدفعه، وبناء على هالمعلومات هدول بلشت تظهر اموال لبرا لانه ما كان في قانون كابيتال كنترول، هل هذا فساد ولا لا؟ هذا اكيد فساد هيدا، لانه انت تصرفت، يعني انت بحكم موقعك ما فيك تكون عارف انه الدوله ما بدها تدفع بايدار 2020 وتكون انت انسان عادي، بدها تكون انت واصل يا اما رجل بالدوله او من احد المقربين له. يعني مشان هيك انا قلت لك العوده بمصرف لبنان الى تموز 2017 هيدا جزء من الإضاءة على الفساد، لأنه اليوم كونك طلبت منهم يردون يعني في شيء غلط بظهرتهم، واستندوا على معلومات معينة. يعني احنا ما عم نحكي، يعني ما بتوافق انت على الحجة اللي بتقول انه طالما ما في كابيتال كنترول انا ما عملت شيء مخالف للقانون؟ يعني شو 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 الجزئية القانونية اللي ممكن تحملك عبء قانوني؟ بجاوبك بطريقة كتير سخيفة يعني واقعية. يعني اذا اليوم ما في قانون كابيتال كنترول، ليش المجلس النيابي يقرر الدولار الطلابي؟ ما في قانون كابيتال كنترول، بدك تحول كل شيء لشو دولار؟ يعني منين خلقت لي هالبدعه الدولار الطلابي واللي ما تم الالتزام فيه اساسا؟ ولا ما في قانون كابيتال كنترول، يعني ما لازم يكون في دولار طلابي. الدولار الطلابي وين بيجي؟ يعني بالاقتصادات اللي انت بدك تسهلها على اصحاب الدخل المحدود بالعمله الوطنيه انهم يشتروا دولارهم بسعر ميسر تيمولوا تعليم اولادهم خارج لبنان. بس انا اذا عندي 100,000 دولار ليه ممنوع احول 50,000 لابني برات لبنان؟ شو خاصة بالدولار الطلابي؟ ما أنا عندي دولار، ليه عم تمنعني أحول؟ هذا ما له دخل، هذا له دخل بالكابيتال كنترول. يعني حتى السلطة التشريعية عم بتدين حالها بالقرارات اللي عم بتطلعها. في عبارة ذكرتها أنه بسويسرا يعني كلفة تحمل عبء يعني شو بيقولوا البنالتي، العقوبات اللي ممكن تفرض عليك كمصرف في حال تورطت بتبييض أموال، هي أقل من المنفعة. على فكرة هذا الشيء اللي ذكرته بيشبه كتير خلال نقاشات إقرار السرية المصرفية بال56 ما قاله يا أما ريمون إدو يا أما شقيقه رئيس جمعية المصارف الأول بيير إدو، أنه بمعنى كلفة التهرب من ضريبة الميراث أو الضرائب في لبنان ستكون أقل بكثير مما سيأتينا من واردات في الخارج في حال أقرينا السرية المصرفية. هلا بعدين نحن بقصة السرية المصرفية في عندك كتير أشياء ما بيطلع لها. يعني أنت عندك الفتكة التهرب الضريبي اللي أقرتها الخزينة الأمريكية. نحن اليوم بلبنان المصارف بتصرح عن حسابات مواطنين أمريكان ومنهم عندهم جنسيات لبنانية للخزينة الأمريكية بدون ما تراعي السرية المصرفية، وفي اتفاقيات معقودة بين الدولة اللبنانية وعدد من البلدان الأخرى التي تفرض عليهم مشاركة معلومات تبع الـ OECD Common Reporting Standard. فبالتالي من تخدم السرية المصرفية اليوم؟ ما بعرف. يعني اليوم أنا كمواطن عادي عندي ودائع بالبنك، رفعت السرية المصرفية لصالح مصرف لبنان وأتخلق شيء اسمه مركزية الحسابات تحت أحكام التعميم 161 و158 ومضيت للمصرف تبع. يعني السرية المصرفية أنا من عندي مرفوع، يعني وكأنه أنت بتقول بدون ما نفوت بشيطنة التفاصيل، وكأنه هن ركبوها التعديلات هدول لحماية الواصلين اللي هن يا نواب يا وزراء يا رؤساء يا 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 بس يا. برأيك على الرغم من الإصرار الدولي اللي تمثل اليوم بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، وما ما بعرف إذا حضرت السفيرة الفرنسية آن غريو إلى الجلسة، هناك اهتمام وهناك لبل مطالبة ربطا بمطالب الصندوق برفع هذه السرية، تعتبر على الرغم من هذه المطالبة الدولية أو الضغط الدولي قادر من يمسك بهذا النظام أن يهرب من مخالب المطالبات الدولية؟ هربنا من الوصول إلى نتيجة بتحقيق بانفجار 4 آب. هربنا. يعني اليوم أنت في فرق بين أنه تستخدم وتستثمر الدستور والقانون لحماية الوطن والمواطن، وبين أنه تستخدمه وتستثمره لحماية شخصك لأنه أنت إنسان واصل. يعني نحن اليوم عم نتلاعب على الدستور وعم نتلاعب للقانون حتى نحمي حالنا، لأنه نحن متهمين ما أثبتت التهمة، بس ما أنت عم تسكر الباب على التحقيق تأوصل لنتيجة إذا أنت حقا متهم ويعني وعملت الجريمة ولا لا. يعني اليوم نحن وجود السفيرة الأمريكية أو السفيرة الفرنسية أو اثنيناتهم هو أنا بعتقد لحث السلطة التشريعية للتصرف، لازم تتحرك.
لأنه من 2019 وقتها كانت كاملة ومكتملة من قبل ما تحركت.